بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق قليلة سوف نتأمل بعض الأشياء المختلف عليها، مثل الغناء، هل هو حلال أم حرام؟ هل يرضي الله أم لا يرضي الله؟ هل تحب أن تموت وأنت تستمع إلى الأغاني، أم تحب أن تلقى الله وأنت ساجد وأنت تسمع القرآن وأنت تعمل أعمال البر؟ الربا أيها الأحبة، أو ما يسمى بفوائد البنوك وغير ذلك، هل هو حلال أم حرام؟ هل تحب أن تلقى الله وأنت آكل للربا؟ هل تحب أن تموت وفي ذمتك شيء من هذا الربا، سواء لك أو عليك؟ الحقيقة كثير من الأمور مختلف عليها. أنا الآن أيها الأحبة سأجيب عن هذه الأمور المختلف عليها، مثل مشاهدة المسلسلات مثلا. هذه قضية خلافية بين العلماء. أنا سأعتمد على الشيئين. أخي الحبيب انتبه معي رجاء، سأقدم لك أسلوبين رائعين جدا. الأسلوب الأول ذكره القرآن، والأسلوب الثاني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم ما هو الطريق الذي يجب أن تسلكه. أنا لا يهمني رضا الناس، لأنني بالنتيجة سأقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى، هو سيحاسبني وليس الناس. لا يهمني حتى رضا نفسي، لأنني بالنتيجة هذه النفس قد تعذب في نار جهنم والعياذ بالله. يهمني شيء واحد، الله عز وجل، ماذا يرضي الله وماذا يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام. انظروا أيها الأحبة، الإنسان أكثر درجات الصدق يكون فيها عندما يشرف على الموت. هذا الأمر ذكره القرآن. القرآن ذكر كلمة مخلصين، كلمة مخلصين كم مرة ذكرت في القرآن أيها الأحبة؟ ذكرت 15 مرة. تأملوا معي، الله تعالى يقول لنا وادعوه مخلصين له الدين. إذن دعوتك أيها الإنسان إلى الله، حياتك يجب أن تعيشها بإخلاص. عندما يكون الإنسان في وسط الأمواج، تتقاذفه الأمواج، وجاءهم الموج من كل مكان، انتبهوا أحبتي في الله، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، انتهى الأمر، يعني أيقن أنه سيغرق. ما هو إحساس الإنسان في هذه اللحظة، لحظة الغرق؟ دعوا الله مخلصين له الدين. انتبه معي أخي الحبيب، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن أنا أريد أن أعمل مقارنة الآن بين حياتك العادية التي تعيشها وأنت مطمئن في الحالة العادية، واللحظة التي تشرف فيها على الموت. أراد الله لك أيها المؤمن أن تكون مخلصا في حياتك ودعوتك وعبادتك، تماما مثل إخلاصك إذا كنت على شفا الغرق أو على شفا الموت. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، أحاط بهم الموج من كل مكان، وأيقن أنه سيموت. في هذه اللحظة دعوا الله مخلصين له الدين. إذن تخيل معي أخي الحبيب هذه اللحظة التي أنت تكون بين يدي الله، أجلك انتهى، ستموت،
أعلى درجات الإخلاص هي تلك اللحظة التي تسبق الموت. لذلك كل الكفار والملحدين والأديان الأخرى الذين لم يؤمنوا بمحمد في هذه اللحظة سيؤمنون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام هو الحق، وأن القرآن هو الحق. طيب، أنا الآن لدي أغاني، مسلسلات، متابعة مباريات كرة قدم مثلا، تعاملات ربوية معينة. طب ماذا أفعل؟ أنا في أي لحظة معرض للموت؟ في أي لحظة سأقف هذا الموقف، موقف الإخلاص الشديد؟ الله عز وجل أمرك أن تكون مخلصا له في كل لحظة بنفس درجة إخلاصك لحظة الموت. إذن أنا سأعطيك قاعدة رائعة جدا أخي الحبيب. هذه القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول: انظر إلى حالك لحظة الموت، هل تحب أن تموت على هذه الحالة؟ سوف تعرف الحكم الشرعي وقتها. يعني أنا بالنسبة لي أنا لا أحب أن أموت وأنا أستمع إلى أغاني أو أشاهد مسلسل أو أشاهد مباراة كرة قدم أو مقاطع كوميدية على الموبايل أو أتابع أخبار سياسية مثلا أو إلى آخره. أنا أحب أن أموت وأنا أقرأ القرآن أو أستمع للقرآن، وأحب أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله. أحب أن أموت على ذكر الله وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب أخي الحبيب انتبه معي، القاعدة الأولى الإخلاص. إذا كنت تريد الله فيجب أن تتبع هذه القاعدة. إذا كنت تريد الدنيا وزينتها، الدنيا ستفنى وستنتهي ولن تأخذ معك منها شيئا إلا عملك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا الإنسان في الحالة الطبيعية يطمع يشرك مع الله إلها آخر، ليس بالضرورة أن يسجد لصنم، يتخذ المال شريكا مع الله، يطيع سادته وكبراءه في معصية الله فيتخذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، يستبدل القانون الذي أنزله الله في القرآن بقانون آخر فجعل شريكا مع الله عز وجل، أطاع غير الله، أطاع الشيطان، اتخذ الشيطان شريكا مع الله ووليا من دون الله. الله يريد منك الإخلاص في كل ثانية من حياتك، لأن الثواني معدودة، كل إنسان له ثوان محددة سيعيشها، الثواني التي ستعيشها محددة. فينبغي عليك أخي الحبيب أن تكون في كل ثانية مخلصا عبادتك لله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. يكفيك ركعتين بإخلاص أحسن من مليار ركعة من دون إخلاص. تصدق بتمرة بإخلاص أفضل من أن تتصدق بمليار من دون إخلاص. هذا هو الإسلام أيها الأحبة، لأن الله ينظر إلى القلب لا ينظر إلى الصورة. أنا لدي حديث هنا أحبتي في الله معروف جدا ومعظمكم سمعه، عن اتقاء الشبهات. يعني مثلا أنا موضوع الربا، أنا لدي، وموضوع البنوك لدي، علماء يقولون حلال وعلماء يقولون حرام، إذن هو مثار اختلاف وأمر مشتبه علي، يعني هذا يقول حلال هذا حرام.
الغناء نفس الأمر، هذا يقول حلال، هذا يقول حرام. أقصد الاستماع للمعازف والموسيقى والأغاني هذه التي بخاصة التي تثير العاطفة وما أكثرها طبعا. والإنسان إذا عود نفسه على الاستماع للأغاني مشكلة، سينسى ذكر الله، سيدخل في مستنقع اللهو، وهذا الكلام عن تجربة طويلة. يعني موضوع كما قلت لكم مشاهدة المسلسلات والأفلام أيضا هذا مثار اختلاف، هل هو حلال هل هو حرام، هل تنظر لامرأة عارية أم امرأة غير عارية، أو كذا أو كذا أو كذا. طيب أنا كمؤمن أحببت النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أرضي الله. النبي ماذا قال لي؟ دلني على قاعدة يعني لطيفة جدا وسهلة جدا، وتستطيع أن تتخذ القرار الآن إذا كنت محتارا في أي مسألة، لديك عدة آراء حرام وحلال وكذا، تستطيع أن تحسم الأمر خلال دقائق بعد الاستماع لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين. إذا الحلال بين، الحرام بين، ولكن بينهما ماذا؟ أمور مشتبهات. حلال أو حرام، يعني ما معنى مشتبهات؟ يعني تشتبه على الإنسان، واحد يظن حلال آخر يظن حرام. طيب هنا ماذا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخي الحبيب، يجب أن تتذوق محبة النبي ولذة طاعة النبي. أنا قلت ذات مرة في القرآن لم يذكر الله وأطيع الله إلا والرسول معه دائما، يعني لا توجد آية الله يقول فيها وأطيع الله فقط، لا توجد في القرآن. وضعنا وقتها إحصائية لجميع الآيات التي فيها أطيع الله، دائما يجب أن يأتي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب بسيط، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أنت طاعة الرسول هي طاعة لله، لأن النبي لم يأتي بشيء من عنده، هو شرح لنا القرآن، بيّن لنا الذكر، بيّن لنا هذه الآيات فقط، لم يأتي بكلمة من عنده، كلهم من عند الله سبحانه وتعالى. ماذا أمرني هذا النبي الكريم أن أفعل في حالة الحيرة؟ أنا محتار ماذا أفعل، هل أخذ هذا القرض أم لا أخذه؟ طب هل أستمع إلى الأغاني أم لا أستمع؟ هل أشاهد هذه المقاطع التي فيها مسلسلات ولهو وكوميديا وكذا أم لا أشاهد؟ يأتيك هنا الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. ركز على هذه العبارة، كثير من الناس لا يعلم الحكم الحقيقي لما ذكرناه من أغاني وقص. طبعا لدينا الكثير من الأشياء المحدثة التي ظهرت حديثا. طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ دلني على الطريق. الحل بسيط، فمن اتقى الشبهات، تجنب الشبهات، ابتعد عنها، يعني استبرأ لدينه وعرضه. كلام رائع جدا وبسيط، وأي واحد يمكن أن يطبقه. طيب هناك علماء يقولون إن الأغاني حرام، خلاص أنا أبتعد وريح دماغي، ألتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى، ما معنى اتقى؟ ما معنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ ما معنى اتقى؟ يعني تجنب اتقوا النار. ما معنى اتقوا النار؟ ابتعد عن النار، اهرب. كيف اهرب منها؟ لا اعصي الله. اتقي يعني ضع بينك
وبين النار وقاية حاجز، يعني قي نفسك مثلا من المطر، قي نفسك من أشعة الشمس الحارقة، اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار حاجزا يقيكم هذا العذاب. اتقوا الشبهات، ابتعد عنها تماما، يعني مادام الصلاة أخي الحبيب لا أحد يقول لك حلال أو حرام، الصلاة فرض. ذكر الله لا أحد يستطيع أن يقول لك حرام، تمام. قراءة القرآن لا أحد يستطيع أن يقول لك حرام أو حلال، هي أمر، أفلا يتدبرون القرآن. ولكن هذه المسائل التي كثر الخلاف فيها هذه هي مشتبهات، واحد يقول حلال آخر يقول حرام، كل واحد طبعا لديه أدلة، لديه دلائل، لديه براهين حسب يعني فهمه للآيات والأحاديث وحسب ميوله واتجاهاته. فأنا غير المعقول أنا كمسلم أن أسلم نفسي لفلان وفلان لفهم فلان وفهم فلان، لا، أنا أتجنب هذا الأمر تماما كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني وقيت نفسك من عذاب الله أنت وأهلك أولادك، طبعا الإنسان عرضه وأهله وأولاده وعائلته، إذن أنت حميت نفسك وأهلك. طيب ومن وقع في الشبهات ماذا يقول النبي؟ وقع في الحرام. أنا سأخذ برأي هذا العالم، أعجبني لأنه يبيح لي الاستماع للغناء. الغناء شيء ممتع طبعا ويعطيك لذة معينة والدماغ يفرز هرمون السعادة أثناء الاستماع للغناء، مثل شرب الخمر ممتع، الزنا ممتع، السرقة ممتعة، تأتيك بالأموال وأنت جالس مثلا. طيب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. أرض لملك ومجموعة من الناس معهم أغنام، وبدأوا يقتربون من أرض هذا الملك، سيقعون في المهلكة. هذا يقول لهم لا، هذه الأرض للملك، لا ليست هنا أرض الملك، أرض الملك بعيدة. آخر يقول لا، هذه أرض الملك، احذروا. الأفضل علميا أن تبتعد، يعني حتى طبيا أخي الحبيب يقولون لك إذا أردت أن تتجنب الأمراض المعدية ابتعد عن مصدرها، حتى لو لا يوجد شيء ابتعد، وقاية، طب وقائي. يعني أنا مثلا هناك مريض بأي وباء معدي وما أكثرها اليوم، أنا الأفضل ألا ألتقي به نهائيا، لماذا أتعب نفسي وأقترب منه واحتمال أن يصيبني المرض واحد بالألف، ربما احتمال أن ينقل إلي هذا المرض واحد بالألف. طبيا وعلميا ومنطقيا الأفضل أن تبتعد. طب هنا في هذه الأحكام نار جهنم تنتظر هذا الإنسان، طيب يوقع نفسه في نار جهنم من أجل يعني شيء غير ضروري. أنا غير ضروري أشاهد مسلسلات وكذا وكذا، هذه الأمور غير ضرورية اليوم أيها الأحبة. موضوع الربا والفوائد والإلى آخره والبنوك كذا يمكنك أن تبتعد عنه بسهولة، والله سيغنيك كما أغناني وأغنى غيري. الكثير لا يقعون في هذه المحاذير، والله أغناهم سبحانه وتعالى. غير عاجز هذا الإله أن يغني عبدا يقول يا رب، يعني أنت عندما تلجأ إلى شخص وتطيعه وترضيه يكرمك. مدير شركة إذا وجد عامل عنده، هذا العامل حريص على طاعة المدير، حريص على إرضائه،
حريص على أن يلتزم بما أمره به وينتهي عما نهى عنه. شيء طبيعي أن هذا المدير سيكرم هذا العامل. طب كيف بمالك الملك وهو أكرم الأكرمين؟ إذا التزمت بتعاليمه واتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول: فمن اتقى الشبهات ابتعد، ضع حاجز بينك وبين الربا، حاجز بينك وبين الأغاني. وإذا استمعت استغفر الله، لكن لا تعتبر الأمر حلال، لا تعتبره مباحا وشيء جيد. وكما قلت لك، أتحدى أن يأتيني الآن إنسان مؤمن صحيح الإيمان ويشتهي أن يموت وهو يستمع إلى أغنية أو يشاهد مسلسل أو كذا. لا أحد، كلنا يتمنى، طبعا المؤمن الصادق يتمنى أن يكون آخر كلامه من الدنيا قراءة القرآن، أن يقف مثلا عند آية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نتمنى أن نموت على هذه الآية. نتمنى أحدنا أن يموت وهو ساجد لله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا أحبتي في الله، ماذا قال للصحابي الجليل؟ ماذا نصحه؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الإنسان سوف يأتيه الموت بغتة، لا يعرف، لا يعلم متى. فإذا أكثرت من السجود فاحتمال أن يأتيك الموت وأنت ساجد سيكون أكبر. يعني إذا كل يوم سجدت الصلوات المفروضة السنن، يعني سجدت مثلا 100 سجدة، ما مجموعه 100، احتمال أن تموت ساجدا أكبر من شخص يسجد سجدة واحدة أو لا يسجد نهائيا. إذا من هنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت عينه على الآخرة. كيف الكيفية التي سنموت عليها؟ أراد لنا أن نموت على لا إله إلا الله. طب كيف نموت على لا إله إلا الله؟ إذا كنت أنا ساعات طويلة أستمع إلى الأغاني، فاحتمال أن ألقى الله وأنا مستمع لهذه الأغاني احتمال كبير. أما عندما ألغي هذا الأمر تماما وألغي الدخان مثلا، التدخين، بعض العلماء قالوا حلال أو ليس فيه شيء، بعضهم قال مكروه، ولكن نسبة كبيرة قالوا حرام، لأنه يسبب سبب رئيسي في سرطان الرئة. طب أنا أستبرئ لديني وأترك هذا الأمر؟ أنا لا أحب أن ألقى الله ونفسي هذا ملوث برائحة الدخان يعني الخبيثة. الدخان فيه، هذه السيجارة التي تشربها فيها 4000 مادة سامة، كيف تأتيني ملائكة الرحمة وأنا فمي في هذه الروائح الخبيثة؟ إذا كنت أدخن كل يوم مثلا 20-30 سيجارة، فاحتمال أن تموت وأنت مدخن احتمال كبير. قد يأتي الإنسان، قد يأتيه الموت أخي الحبيب بحادث، بصعقة كهرباء، بحادثة معينة، حادث سير، حادث كذا. فالإنسان لا يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، نصيحتي لكل أخ مؤمن يحب الله ويحب رسول الله وهدفه أن يرضي الله ورسوله، أن يحرص كيف أرضي الله، هذا همي، لأن الله هو الذي سيتوفاني، لأن الله هو الذي سيميتني ثم يحييني، لأن الله سبحانه وتعالى إذا مرضت هو يشفيني، لأن الله عز وجل هو الذي يطعمني ويسقيني، هو الذي سيحشرني يوم القيامة، هو الذي سيحاسبني، هو الذي سأقف بين يديه.
وإلى الله المصير. لا يستطيع مخلوق أن يهرب من الله. أين سيذهب؟ هل سيذهب خارج الكون؟ هل هناك كون آخر، إله آخر؟ فإذا كان هذا الإله العظيم هو الذي خلقني ورزقني وأحياني وسيميتني وسيحييني من جديد، سيبعثني وسيحاسبني وسيدخلني الجنة إن شاء الله، طيب أنا أكون حريصا على رضا هذا الإله العظيم؟ أرضي فلان وفلان وفلان، وأرضي شهواتي وأرضي شيطاني وأرضي نفسي، هذه النفس التي تأمر وتوسوس، تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. فأطيع هذه النفس وأطيع الشيطان وأنسى رب العالمين الذي أوجدني وكرمني. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طب أنا أترك كل هذا وألجأ إلى لأرضي فلان أو فلان؟ هل فلان أو فلان عندما يأتيني ملك الموت سيكون معي، سيدافع عني، سيحميني، سيقيني نار جهنم مثلا؟ إذن أخي الحبيب، رجاء ونصيحة، اتبع كلام النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، إياك أن تقع في الشبهات، استبرئ منذ هذه اللحظة لدينك وعرضك. إذا كنت تستمع الأغاني، لديك أغاني على الموبايل على الكمبيوتر، نصيحتي احذفها على الأقل. إذا مت هذه الليلة، إذا مت على الأقل اليوم، وما تدري نفس بأي أرض تموت، على فكرة ولا واحد يضمن، على الأقل تموت وأنت لست مصرا على المعصية، ليس لديك إصرار، ولم يصروا على ما فعلوا، أنت استبرأت لدينك، حذفت هذه المواد من موبايلك. من إذا كان لديك مقاطع مسلسلات، مقاطع كوميديا، مقاطع وسائل الله كثيرة اليوم، نصيحتي احذف كل شيء واستبرئ لدينك، وقل يا رب احشرني مع حبيبك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان وعلى كلمة لا إله إلا الله، وأن يتوفانا أن يكون آخر عمل لنا هو القرآن، أن نقرأ القرآن وأن نقول لا إله إلا الله، وأن نبتعد عن هذه الشبهات، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.